حمزة الأندلسي باحث في القانون، يندرج جواز التلقيح في إطار سياسة التلقيح الوطنية التي أطلقها جلالة الملك في 28 يناير 2021، وهو وثيقة اعتمدتها الحكومة ابتداء من صيف 2020 كخيار ثاني للسفر ما بين العمالة والأقاليم، غير أنه إبان عطلة المولد النبوي أقرتها الحكومة كوثيقة إلزامية للاستفادة من خدمات المرافق العمومية ولممارسة الوظيفة كذلك في المجال في القطاع العام والقطاع الخاص والولوج إلى الفضاءات الخاصة ذات التجمعات العمومية. طبعا هذا الموضوع أثار إشكالات، أولا على مستوى هل التلقيح لم يعد اختياريا وأصبح إلزاميا، ثانيا على المستوى القانوني هناك من اعتبرها غير قانونية حيث أنها صدرت في شكل بلاغ، وهناك تيار آخر يعتبرها قانونية استنادا إلى المادة الثالثة من مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية. في الأمس لاحظنا أنه البرلمان اعتمد كذلك وثيقة للولوج، وهنا نجد أن البرلمانية منيب لم ترج البرلمان رغم تقديمها لتحاليل PCR، وذلك لأن جواز التلقيح أصبح وثيقة إلزامية لولوج البرلمان كغيره من المرافق والإدارات والمؤسسات العمومية وغير العمومية. في اعتقادي أن جواز التلقيح هو خيار أنسب رغم ما يطرحه من إشكالات ورهانات، غير أنه يظل خيار أنسب للحسم النهائي في مسألة الصحة العمومية، وهي لا تقل عن الحق في الحياة وباقي الحقوق والحريات الأخرى. بالنسبة لك أستاذي، واش أنت مع أو ضد إجبارية جواز التلقيح؟ صحيح أن جواز التلقيح أثار عدة إشكالات وطرح عدة مواضيع من الجانبين، غير أنه في اعتقادي يظل وثيقة مهمة تثبت أن الشخص ملقح وآمن رغم يعني اختلاف العلماء في درجة يعني مناعته، حيث أن هناك من يقول 6 أشهر وهناك من يقول أكثر. على أي تظل وثيقة مهمة يجب اعتمادها ولها سندها القانوني في المادة الثالثة من مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.